صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض. النهارده معانا كابتن امريكا معانا الزرقاوي هشام فهمي حبيبنا، عشان في ناس بتحبه معرفش على ايه، فاحنا جبناه لكم النهارده. كلكم امارات، مفيش بوصه لينا كده في الصحه. بص الحته الشمال النبي انت اللي شمال. المهم ان احنا النهارده هنلعب WWE 2K16. انا ودي قفلت. ويلا بينا. والنهارده انا ناوي العب بحد معين كده، اكتشفت ما خلاص يا ابني اكتشفت ان اختراع. ما تيجي نشوف انا حد معين ده شبه واحد مروان. مروان هشام ابني ابني وحني ما هو شعرفش عندك. تلعب يا استاذ نلعب اكستريم زينب زينب خربة خالي يلعب الكورة يمشي خالي انت ليش اجيبولك انت ربع وحف فاكت انا بقى وحش قوي يا فندي قوي انا جيبولك اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق فوق this is terrible اتش انا ايه شو بيلعب بثلاثة ايتش شوفت بقى شوفت كيفن اوينز هيشم باحك انا شقيق شقيق انا طلع لي صبور خط زي بص جابوا في البداية مش عارف يقول ايه اللي لو انت لوست اكس على فكره ممكن تخش عليا والله يا ولاد اللعيبه يلا يا زميلي خش ايه ده بس كده لا خش اضربه انا عايز اتفاجئ يا زميلي انا اوريدي كده خلاص انا اوريدي كده لعبي الناس شقيق راح عليها بقى ما هتغيش ما دي اللعبه طب بت 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 يعني بت اه لما تخسر يعني يبقى يكون ايوه عامل درس والله ايه تجيني في الفيفا فيفا تجيني في اتحاد الكوره لسه فاهم نايس يا اسطى والحقني قبل ما طب وديني هناك بقى الحقني نسيت وشين يعني وايه هيقومك ولا هيمشي ولا لحظه كده بس عزقه مع كحوله مع قومه مع ضربه لا ضربه حلوه انا ما انا اتعلمت بقى معاك كده خش بجد كنت مستني الرساله طب انا وحشتني الرينج أنا كمان طب إمتى؟ في حاجة قديمة ينفع كده؟ ينفع كده؟ يا ابن اللعيبة على الرساية ما يسأل شيء خد الجواب من الموبايل ده موبايل إيه؟ معاه موبايل أهو ريفرس؟ التكبيرة دي ولسه كنت ما بدأت الماتش صح؟ لازم نخش الرينجا رينجا شاب نسيب بقى رينجا اهو تاخد بقى مين لهم بقى بيد واحدة وتشرب انت بتلعب لي اذا تقول في لحظة اللي انا انت ريال انا مقتنع رازع مالك يا اسطى؟ بس لي تقيل شوية انت ايه؟ كنت بتخفلني موت تقريبا دي تعملها ريفرس تقريبا على الله براحة انا بقى زيها زيني
تمام مش عيب ده عيب انا ما تقصدش الريفرس بتاعي ايه ده الريفرس ده يا باشا يا اسطى كيفن اونز حرق قوي على فكره مروان قبل بقى في ايه لغايه تريبل اتش دوس ده في اوب اول مش مسخره في اللعبه دي ما في ناس بخس اوب عارف والله عارف ايه ده حلو دي بتاعت سيس رولينز دي على فكرة لما كشف حركات يا اسطى انت مش شوية حبيبي يا اسطى طب خف بيها في النص ده لما تنزل تنزل تحت نازلة تحت بيتنك علينا ابن تريز ابن تريز عجيز بعد ساعة انت بتستعبط الماتش اللي بقى حسيت ان انت فرشاني زمان يا ابني كينا ايوه مسح وش اصلا مش مسح وش ده نف المدرب الناحيه الثانيه مستنيك اصلا مستنيك سنيك بخان مكان خلي وش جنب وش امي بسرعه في السنيك شرايه مستنيها في ايه؟ سنيك الشر اوب عدلتيها خدها مني راح اخدك عليه بالرقاق استنى بس ننزل احنا ايه ندور على حاجه ايه ده وتعالى تعالى تعالى على الفينش الحلو تعالى ده لسه بكسب في اللعبة دي يا زميلي ما انت كنت حلو وغفلتني لا يا جدع اه يا بيبي فرشة بيبي لا طلع بره انا بكره هنزل لك دلوقتي قومني يا ابن الله يديك قوم بسرعة كيفن اجري يا كيفن سامحني يا اسطى ماشي ده انت طلعت عبيط لا 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 زي المرة اللي فاتت دي يا ابن اللعيبة متغيرة يا اسطى ارد يا جدعان جامد جدا والله انت عبيط انت القصبة دي في اي حتة تعالى بقى ايه ده ازاي ازاي طيب؟ ده اسمه ستر ربنا. كفايه ده ضخم وغاصب. انا عارف انك هتخرج زي انا عارف. والله؟ سيف ذا تيبل. سيف خش بسرعه. عم في حركه شاوي بص. قفشتك تحيتين وش يعني لقط جبت كعب رجل يا اسطى يا اسطى بس تريبي عن تريبي لا يا عم في ام تيل في امر اهو اصحابي يا عم الكلام ده ومن فين بتكحوا يقوم بص يعني كمية حركات غير طبيعية عند كيفن اونز ده جامد قوي حبيبي طيب يا بص هتتجنن ولا ايه؟ يا اسطى قوم قوم يا اسطى يلا يس يو كان هوب كيف بس يا اسطى انا معروف قوم بقى كده عشان في ايه؟ ده الدولة يا اسطى ايه؟ اكتبه؟ كسبنا ميار مزكيت مزكيت انا عايز انزل بيه
حزقه بقى فلوس في القطنيه وضربه في القطنيه مغربيه بتسهيني وعمال تقول افيهات وبتضرب اكيد هو العسيبه ان انا بص انا شغل ما اجيب دم فاكر الجمله دي؟ لا بلاش ايه؟ فاكر الجمله دي؟ ايه الزقه دي؟ راح اصيدها انا مضطر اخلص الافيهات خش خليك راجل هو تجيبه زي الهبل انا بقى يا ابن المحظوظه ارحمني ارحمني ارحمك ارحمني فهمني امي انا انا فهمك امي لا ايه ده ماما بتوحشني ماشي بس دي جنة بقى لا هتساب بتاع احسن بقى كان ايه كده ايه ده في ايه ده مش قادر يقول ايه ده اللي خليته من فوق لتحت عارف انت تروك نفس رجلي ايه ده تخيل بدم تخيل بدم يا زميلي شفت دي انا رحمتك مرتين يا اسطى رحمتك مرتين انت رحمتني بص انا رحمتك مرتين والله والله ما ينفعش اخسر كل مره كده بس ولا اي حاجه بدل ازاي قصه نازل قصه على دماغك كده يلا يا زميلي ذوق معايا اليوم يلا يا زميلي يلا لا 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 ينفعش الكلام ده هتثبتني كده بجد؟ يعني انت ما ثبتنيش ايه اللي هتثبتني؟ روح عليه ده قومك وسابك يا عم يا سيدي يا ابو الصحاب استنى يا عم ده انا ضربك ونمت استنى يا عم يا ساتر بعيد وحدينا ضربه كمان والسيجنتشرايه بص يا رجلي ولا كوع يا علاء ايوه طب ما انا بفرقع اهو مش هثبتك عشان عارف الماتش ده اصلا انت المفروض تكسبه ما تصيعش بس حبينا احفل ما تصيعش ما تصيعش ايه يا عم مش الماتش بتاعك من الاول ثبت لي وتروح فايت التثبيت عيب عليك تثبيت عيب عليك يا زميلي عيب عليك انت فاكرني هتضربني ما اعرفش ليه جري اساس انك هتضربني انت فاكرني عمر فضل ما هو زي عمور عمر فضل كسب عمر فضل كسب ثلاث متوشر حبيبي برضه انت ده شهر؟ اه العقد بقى ايه فاهم يعني كسب ماتشين والماتش الثالث لعبناه انتوا لسه ما شفتوهوش هنزله ان شاء الله كل عام بنرد كل عام بنرد لا والله على فكره ما كسبوش يعني هقول بقى هتشوفوا ايه اللي هيحصل ده كان اول ماتش مع الزرقاوي اللي بياخد على عينه ها؟ بالراحه انا عشان الدراع وقع الدراع ده اغلى منه بص شفت الدم نزل وما اظنش ان ده هيبقى اخر ماتش وعالم عليه تاني وتالت ورابع شوف الفيديو الجاي بص معايا والنبي ابو عمو بص ده من غير ايدك كده لا ما اعملش انا كده انا مش عايز اجي هنا تاني غبي انت غبي
وتنزل على اللي قدامها يا ابني، ما تنزل على اللي قدامها دي وتنط براحتك، ليه عمال تعمل لي كده؟